يعني احنا اليوم نلاحظ عندنا يعني اذا تشوف العراق تيجي تلقاه مليان اثار، وهذا شيء طبعا ايجابي. يعني احنا اليوم تروح هوايه بلدان ما راح تلقى اثار موجوده مثل العراق، لان العراق تعرف انت من اقدم الدول بالعالم حضاره. ويعني احنا شنو اللي استفادينا من هذا الموضوع؟ الدوله اليوم غياب كامل بخصوص هذا الموضوع. يعني المفروض يكون اهتمام اكو بالاثار. احنا عندنا اثار مثل ما تشوف، عندنا اثار هواي، يعني عندنا اثار بابل، عندنا المدائن، عندنا حتى بالمدن. يعني اذا تيجي هسه احنا المناطق هاي اللي داخل بغداد تلقى شارع الرشيد وغيره وغيره. المفروض الدوله تزيد اهتمامها بهذا الموضوع، لانه احنا يعني محتاجين هاي التفاصيل. لو انت تروح لغير بلدان مثلا، انت تروح لاي بلد تشوف مهتمين باثارها. احنا نشوف يعني مع الاسف ليش هذا الاهمال اللي موجود صار. يعني هسه احنا شبه راح تندثر عندنا الاثار. بالنسبه لموضوع الاثار، احنا كبلد له حضاره، له حضاره الاف السنين، فاكيد راح تكون عندنا اثار كثيره. من هذه الاثار انه هي تعتبر مرفق سياحي. يعني شلون؟ يعني انت اليوم هواي اكو سواح من هواي دول يجون بس حتى يتفرجون اثارك وحضارتك، واذا ماكو اهتمام بموضوع الاثار شلون راح تكون عندك سياحه؟ شلون راح تقوي موضوع السياحه؟ شلون راح تحافظ على هذا الارث الحضاري لهذا البلد؟ يعني اعتقد اليوم وضع الاثار في البلد اعتقد في وضع يرثى له. اليوم لو نشاهد الاهتمام الكبير الذي توليه الدول بالاثار وعكسناه على واقع الحال بالنسبه لاثار العراق، نجد انه لا توجد اي مقارنه بهذا الجانب. الكثير اليوم من المناطق الاثريه هي ممكن ان تكون نقطه جذب سياحي للسواح، يعني سواء محليا او حتى خارجيا من الدول الاجنبيه. اليوم هذه المناطق متروكه واشبه بالمندثره، حتى في العاصمه بغداد اليوم توجد هناك بعض المناطق الاثريه هي في طي النسيان وطي الاهمال. مع العلم العراق ربما هو من اكبر البلدان فيما يتعلق اليوم بوجود الاثار والتحف الاثريه والمناطق الاثريه، لكن للاسف نشاهد هناك اهمال واضح وقد يكون متعمد بهذا الجانب.